أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فولو أب، معي أنا يارا. نبدأ جولتنا مع فيديو مضحك وغريب لطالب نزل بتياب الصلاة تبع أمه على جامعة حلب. منروح بعدها للادقية حتى نشوف ردود الناس على قصة طالب تاني متهم بأنه عم يعمل فحص عن رفقاته بجامعة تشرين. ومن اللادقية لدمشق اللي انتشر فيها فيديو لعملية سرقة محل مجوهرات بنص النهار. منسافر بعدها لمصر لنرصد الغضب الواسع بعد انتشار فيديو لأم وأب على درج بناية بسبب طردهم من بيتهم من قبل ابنهم. ومن الجزائر فرحة العمر ما مرقت من دون منغصات لعروس انسرق تليفونها أثناء الزفة وعلى الهواء مباشرة. خلوكم معنا. فيديو من جامعة حلب تم تداوله على منصات السورية. الفيديو لشاب اسمه أيهم الطرابلسي. أيهم قرر ينفذ ندر كان نادره على حاله إذا تخرج من المعهد الطبي. أيهم وبعد تخرجه لبس غطى الصلاة تبع أمه وصار يبرم بجامعة حلب. هيك كان الندر بحسب رهف رحمون اللي نشرت الفيديو وكتبت: نبارك للزميل أيهم طرابلسي لتخرجه من المعهد التقني الطبي، ووفى ندره بالتجول بملابس الصلاة للحجة أمه رعاها الله وحفظها. يا جماعة لا تندروا هيك ندر مشان ما تصيروا شمسة بالجامعة. لا توكل على الله اخوي. أيهم بتعليق على أحد الحسابات اللي تداولت صوره بتياب الصلاة شرح قصة الندر ورد على كل اللي باركوا له بالتخرج. الله يعطيكم الألف عافية يا رب، وشكراً كتير لتعليقاتكم الحلوة، وحياة ربي ما ضحكت مبارح وقت لبست عقد ما تعليقاتكم عطتني تفاؤل والرب. قصة الندر اللي ما بيعرفها قاعدين بمحاضرة مادة التشريح اللي قدمتها 9 دورات كل سنة 3 دورات وما رفعتها، وندرت إذا رفعتها مع موادي ومجموع 11 مادة، والحمد لله رفعتهم بدورة واحدة كلهم وتخرجت واستحق الندر علي وعلى راسي والله حكيكم كلكم. بالتعليقات صار جدل بين اللي شاف أيهم خفيف الظل وبين اللي شاف إنه هذا الشيء معيب يحصل بصرح تعليمي. عمار اللي قال واضح من هالتصرف اللي عمله ليش ما كان عم يتخرج. أما سوسو علقت أنا ما فهمت ليش المسخرة على الشاب، بجوز هو قصده من كتر ما دعت له وهي عم تصلي حب إنه يعمل شيء مميز بخص أمه. الله لا يخجل حدا والتوفيق للكل. أما شهد علقت ذكرني بندر أختي لفت الحارة كلها حفيانة. أما سماح علقت لكل حدا عم يتمسخر بحب لكم إنه إذا هو وفى ندر واحد لأمه هي ربته كل شبر بندر وهذا وعده فيه. يبدو أنه حصة تداول أخبار الجامعات كانت كبيرة على السوشيال ميديا بسوريا. خبر عن شاب انمسك بتهمة تقديم الامتحانات عن طلاب تانين. أحمد كان عم ياخذ مصاري حتى يدخل على الفحص ويقدم مواد بكلية الحقوق بجامعة تشرين باللاذقية عن طلاب تانين. أحمد مواليده 93، شاب صغير جاب تفاعل كبير بين عالم ضد اللي عمله وعالم تساءلت ليش وصلنا لهون. بتول علقت روحوا دوروا على الدكاترة اللي عم توقف طلاب تخرجهم وترفعهم على مادة حتى يقبضوا حق المادة، أو بعض الدكاترة اللي بتحرشوا بالبنات ليخلوهم يترفعوا. روحوا شوفوا التسيب والغش بالجامعة والفجر والعياط والبهادل والنفسيات الوسخة من الموظفين. رحتوا ركت على هالشاب، هذا صار سبب خلل نظام التعليم، ما عاد يعرف الواحد شو يحكي. إلياس علق طيب ليش ما بتسألوا الطلاب ليش عم تلجأ لهيك حلول؟ جواب بصراحة جشع بعض الدكاترة الجامعيين والواسطات.
أيمن علق: والله هذا نابغة عم ينجح المواد كلها وبكل السنوات، لازم أعطاه شهادة حقوق فخرية. رشا علقت: هذا أحسن من نص حرامية البلد، على الأقل في منه فايدة، مو مثل الباقيين بياخذوا وما بيعطوا. الله يفك أسرك يا رب. تعليق من عنان بيقول: لاحقوا الدكاترة اللي عم ينصبوا على الطلاب وياخذوا مقابل ينجح الطالب بالمادة، أو عذراً لهيك ناس بيكون لهم محسوبيات. أما رحاب علقت: لازم مو بس هو يتحاسب، حتى الطلاب اللي عم يشغلوه لازم يتحاسبوا. بالعادة المجرمين بياخذوا احتياطاتهم، قناع، كفوف، بيختاروا توقيت مناسب، ما في زحمة، ليل، يعني شوية حركات حتى ما ينعرفوا. بسوريا بلد الأمن والأمان، بنص النهار وبعز الزحمة وبقلب العاصمة دمشق وتحديداً بكفر سوسة، شاب وبنت بيفوتوا على صايغ لا قناع ولا أي شيء، حاولوا يسرقوا الصايغ بس الحمد لله فشلوا. الفيديو انتشر مبارح على نطاق واسع بسوريا، خلونا نشوفه مع بعض. بهاللحظة هجموا الاثنين على الصايغ، بس قبل الهجوم لاحظوا كيف مد ايده الحرامي على الكيس حتى يطالع عصاية ينفذ فيها الهجوم. تعليقات عن الوضع الأمني المزري بمناطق أسد كانت كثيرة، وتعليقات تانية تناولت الفيديو بسخرية بعد فشل السرقة بهالطريقة اللي اعتبروها المتابعين مخزية. أحمد شوى علق: لا غريب عن بلد يسوده الفقر والبطالة والجوع وسوء المسؤولية والمسؤولين، تلك البداية فقط والقادم أعظم، مسألة وقت. أما علا علقت: الله يقرف عمرهم، لسه بدنا نصير بلد المافيات على هذا الوضع. فيفو قالت: صرنا بلد المافيات. أما زهير علقت: يا لطيف شو هالجقارة بوضح النهار ووشه مكشوف للكاميرا. أما عماد فقال: شو هالعملية الفاشلة، ضربوا بالعصاية وهديك فتحت الباب وهربت، لو أنا قاضي لطالع براءة على هالخطة. عمر جمال قال: هدول حرامية تبع الثلاثة بخمسة. طبعاً سوريا البلد الأقل أمناً لعام 2020، وهذا الشيء وثقه معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام بحصول سوريا على المركز ما قبل الأخير بقائمة بتضم 163 دولة بس. بمدينة طنطا بمصر قصة عملت موجة غضب عارمة بمصر. ابن طرد أمه وأبوه وأخوه المريض من شقتهم باستخدام حيلة قانونية بحسب رواية الأب. الخبر صادم، الابن عرض على أبوه اللي عمره 60 سنة وأمه اللي بتصغر أبوه بسنة واحدة أنهم يبقوا بالبيت مقابل دفع أجار ويكتبوا البيت باسمه. تفاصيل حادثة مستفزة كتير، الأب والأم صفيوا على الدرج بعد ما طردهم ابنهم، بنتهم صورتهم ونقلت معاناتهم للمصريين، خلونا نشوف الفيديو مع بعض. زي ابن يجي يرمي أمه وأبوه في الشارع بسبب إنه هو إنسان طماع وعايز ياخد الشقة ليه ومراته، أمي اتضربت واتهانت من مراته، أنا دلوقتي الحكومة جت وأخدت وسلمتهم الشقة، إحنا دلوقتي نعمل إيه؟ لما ابن يجي يرمي أهله في الشارع، يرمي أبوه وأمه. عادي بقى وأنا أعمل. وأمن الشقة. أنا أم حرام عليكم، أم وأب عنده 60 سنة وبيشتغل على إيده ما عندناش إلا الشقة دي، وابني جه وجاب الحكومة ورمانا بره، طماع عايز ياخد شقة من بيت وخلاص، نروح فين كأم وأب؟ وأب عنده 60 سنة وبيشتغل على إيده وما حلتناش إلا الشقة دي، أروح أنا فين؟ وأنا بره السكر وين؟ أنا أنت بس إهدي يا شباب، ما تتعبيش حرام كده، ظلم كده، افترى الحرام اللي بجنون. أنا اهدي عشان ما تتعبيش لو سمحت يا ماما. حرام، وهو قاعد في شقه ثانيه هو ومراته وابنه بقاله سنتين، وجاي ياخد مننا الشقه وما حلتيناش الا هي. الشارع المصري الغاضب تفاعل مع فيديو الابوين وابنهم. احمد ابو غالي قال: يا عم الحاج انت معك ابنك الثاني اهو، روح جيب نجار واكسر الباب وخش اقعد في بيتك غصب عنه. أما محمد علق: حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا كنت بتمنى التراب اللي بيمشوا عليه ما بيتعوضوش أبداً، ما تقلقش هترجع لك قريب من ولادك. أما ياسر علق: خش بيتك أنت، أوعى تخاف منه، هو اللي لازم يخاف ويترقب. صديق الصادق علق: معقول ابنهم يعمل فيهم كده، ولا لما حد يسأله يقول ده أنا كنت بمزح معاهم؟ ربنا يهدي كل الأبناء. بولاية من ولايات الجزائر فيديو انتشر للحظة سرقة موبايل من عروس. العروس وخلال زفتها جنب عريسها بأحد الشوارع بيجي واحد وبيسرق منها موبايلها. هاي اللحظة صورها أحد المدعوين على العرس بالصدفة لما كان عم يصور فرحة العرسان، خلونا نشوف الفيديو سوا. السلام عليكم.
هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.